والله اقول لحضرتك حاجه فنيا، خلي بقى فنيا على جنب دلوقتي، منتخب مصر لازم يعرف ان كل خلاص الماتشات اللي جايه دي بطولات كاس نوك اوت. تمام. على ارض الملعب لا، منتخب مصر احسن، منتخب مصر ان شاء الله كفته ارجح، بدليل ان احنا عاملين مستوى عالي، كسبنا فرقتين مصنفين اعلى من صربيا بكتير، صربيا جايه رابع المجموعه، لكن كل ده مش عايزين نغفل ان احنا لازم نبقى مركزين من اول دقيقه في الماتش لما الحكم يصفر لحد ما الحكم يصفر بنهايه المباراه وفوز مصر ان شاء الله. كل ماتشاتنا اللي جايه كده لازم نحط في حساباتنا ان مفيش، فده طبعا يعني مش عايز اقول ان لا قدر الله يحصل حاجه، انا عايز اقول للعيبه لازم نبقى اهدى من الاول ولازم نبقى مركزين اكتر من الاول، وانا عارف ان الجهاز الفني معاهم كابتن طارق وكابتن علي الفخراني هيقدروا يهدوهم ويخلوهم مركزين، لان لو حاجه حصلت انت بتمسح كل اللي فات، كل اللي احنا فرحانين بيه. صح صح. فاحنا ان شاء الله عايزين نكمل على نفس الاداء بنفس التركيز بنفس الروح، وكل مصر بتدعم المنتخب بصراحه عشان احنا نفتنا المنتخب ده يعمل حاجه لمصر اول حاجه، ويعمل حاجه للاتحاد المصري لكره اليد نكمل مسيره النجاحات الفتره اللي فاتت، ويعملوا حاجه لنفسيهم، لان اللعيبه دي النهارده ما شاء الله عليها اسامعها بتتردد، اللعيبه دي داخله في نجوميه كبيره جدا ان شاء الله يقدروا يكملوها ويقدروا يكسبوا ويحققوا ميداليا، اللعيبه دي هتلاقي نفسها في مكانه ثانيه عند المصريين كناس بتشجع، وفي مكانه ثانيه في اللعب. صحيح. وفي انديتهم، فلازم يفكروا كده بالراحه ان احنا دلوقتي يعني زي ما بيقولوا كده في حالة حرب، محتاجين نركز كويس جدا، محتاجين نطلع بأحسن نتائج، محتاجين نطلع بأحسن شكل وبأحسن نتيجة إن شاء الله.